الاسعار اقل من الاسعار اللي بره، والجوده برضو ممتازه، جوده الاسعار جوده السلع ممتازه. الاسعار النهارده في متناول الجميع واقل من بره بحوالي 30-40% في الاسعار كلها. عندنا احذيه وعندنا الملابس وخصومات معانا لحد بعد المدرسه كمان باسبوع، احنا شهر ان شاء الله قاعدين الحمد لله. يعني الاسعار هنا زي الفل، كلها حلوه، وشنط المدارس والاحذيه كله تمام هنا الحمد لله. الناس بتستناه من سنه للسنه، هنا انا باخد الحاجه ارخص من بره. ميزتها ان انت تخش تلاقي كل حاجه المدرسه هنا في المعرض. الاسعار متاحه للجميع، بالنسبه للاسعار اسعار في جميع المنتجات، في الشنط، الادوات المكتبيه، اسعار متاحه غير المحلات اللي بره وغير المكتبات. بصراحه انا بصيت على المعرض، لا شايفه حاجات كويسه، وللفت نظر كمان ان التشكيل الانجليزي كانت ناقصه، سألت في كذا مكتبه بره ما لقيتهاش. فلما جيت هنا المعرض اهلا بالمدارس الحمد لله لقيت كشاكيل نوعيتها حلوه. جيت اهلا مدارس، بصراحه الحاجه كويسه واسعارها كويسه، كمان الخامات ما شاء الله كويسه، يعني بصراحه حاجه كويسه ممتازه في الفيوم.